بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. یہ کتاب ہے جس کی نشانیوں کو آیتوں کو کھول کے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جو جانتے نہیں. قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت يزيد القرآن حسنا. الله والقرآن المجيد. یہ جادوگر کی کلام نہیں ہے, یہ دیوانے کی کلام نہیں ہے, یہ کسی پاگل کی کلام نہیں ہے, کسی شاعر کے کلام نہیں ہے. میں نے آج تک ایسی کلام نہیں سنی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ننطلق إلى هذا الترتيل المبارك للقارئ صهيب أحمد مير محمدي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اور جب قرآن کو پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله شك منها بل هم منها عمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون.
دون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لدينا مزيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
وهدى للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء من ما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك افترى وقالوا ما هذا إلا إفك افترى
نورا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود
ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال
لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن تقوى القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وقل قولا معروفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب
إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق الله.